طيب هنا خليني اخد معانا المهندس محمد شيرين رئيس الاداره المركزيه لوزير الدوله للانتاج الحربي. اهلا اهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. ازاي الحال؟ كله كويس؟ والله كله زي الفل الحمد لله. الحمد يعني لله. احنا فخورين جدا بايدكس ومحتاجين نفهم اكتر ونعرف اكتر عن ايدكس 2023 والى اي مدى تطور عن ايدكس في نسخته الاولى. تمام يا فندم. هو ايدكس في نسخته الاولى كان في 2018، وكان دي توجيهات السيد رئيس الجمهوريه ان احنا كان الاوان ان احنا نخش في عرض منتجاتنا العسكريه ونخش على خريطه المعارض الدوليه. حلو. والحمد لله كان اول معرض لايدكس في 2018 حقق جوائز عالميه في اول ظهور له. أيوه. تاني معرض كان في 2021، وده كان في مشاركه من دول اكتر عن المره الاولانيه، والمره دي برضو في مشاركه لدول اكثر. احنا وصلنا لعدد شركات 411 شركه بتمثل 44 دوله موجودين في 22 جناح في المعرض. هايل. طيب ده تطور من ايدكس 18 لحد ايدكس 23، الثلاث نسخ اللي ظهر فيهم هذا المعرض. ماذا عن المعروضات والقطع العسكريه اللي موجوده؟ وطبعا انا اكيد كلنا نخص بالذكر الحديث عن الفرقاطه المصريه تصميما وصناعه جبار. الفرقاطه المصريه دي انتاج الترسانه البحريه، والترسانه البحريه بتتبع وزاره الدفاع، فاعتقد ان هم هيكونوا اكثر دقه في ان هم يعرضوا هذا المنتج. انا مش بتكلم على عرض المنتج نفسه، انا بتكلم على فكره. أيوة. قيمه الوصول الى انه احنا نصنع فرقاطات زي ما بنصنع قطع اخرى. بالظبط، احنا دلوقتي بنصنع فرقاطات، وكنا صنعنا الفرقاطه جودوين قبل كده مع المانيا، وده هي بتدي قدرات عسكريه كبيره جدا سواء بحريا او جويا او على الارض. احنا دلوقتي في ايدكس اساسا المعرض حضرتك العسكري بيكون معمول لحاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه ان الشركات العالميه بتعرض احدث منتجاتها وتسويقها، يبقى اول حاجه انا بسوق منتجات. عظيم. تاني حاجه انا ببص على اخر ما وصلت اليه العقول في دول العالم، وببتدي اشوف التكنولوجيا اللي وصلوا لها، وفي معظم الاحيان بيتم التعاون مع هذه الدول لتوطين هذه الصناعات عندنا في مصر. يبقى انا بحدث المنتجات بتاعتي اللي انا بنتجها طبقا لما وصلت اليه احدث المنتجات العالميه. صحيح. انا بشكرك جدا باشمهندس محمد شيرين رئيس الاداره المركزيه لوزير الدوله للانتاج الحربي.